صباحكم بكل خير مشاهدينا الأحبة متابعينا أينما كنتم، وها أنا حسني محمد النجدي أحييكم في حلقة رمضانية جديدة من حلقات برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الأعزاء، حلقة هذه الليلة مميزة وفيها أيضا الكثير من الفقرات البيدانية والمسابقاتية والكثير من الفقرات الأخرى. إذن مشاهدينا الأعزاء دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعاود اللقاء بكم، فكونوا معنا. ومعنا مشاهدينا الأعزاء الأخ محمد غادر الهداد. من فين؟ من تعز. من تعز، حلو. أنه معنا شباب من البيضاء ومن تعز، وحاب نتكلم شوية عن أجواء تعز في رمضان. والله رمضان كريم يعني مع كيف بتقضوا يعني الشباب، كيف الشباب بالنسبة للشباب؟ نحن نتكلم عن الشباب مشاهدين الأعزاء، كيف بيقضوا الشباب شهر رمضان الكريم يعني خصوصا بعد الإفطار يعني؟ يعني والله بكل خير يعني يعني بتسعى يا جماعة صاحبنا بالسحي، لكن معليش نحن راح نسأله سؤال. السؤال يقول يا من؟ محمد. سؤال سهل وبسيط مشاهدين الأعزاء، والسؤال يقول كم مدة الحمل عند أنثى الفيل؟ خمن، يمكن تطلع الإجابة صحيحة يعني. أنا راح أثبت لك مباشرة بس في الإجابة الأولى. كم سنة؟ سنة. لا، إذا حظا أوفر لك. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا مشاهدي الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك كثير من فقرات هذا البرنامج فكونوا معنا. إذا مشاهدينا الأعزاء لازلنا نجوب الكثير من الأماكن من هنا من محافظة البهرة، ونطرح أيضا الكثير من الأسئلة. ومعنا الأخ، نتعرف عليك. عبد الله المشهري. رمضان كريم، كل سنة طيب وأنت بخير إن شاء الله. من فين؟ أنا من المعافر. يا سلام، من تعز يعني. نعم. حلو إنه معنا الأخ. ما قلت لي عبد الله المشهري. عبد الله، يا أخ عبد الله، اليوم راح نتكلم عن أجواء رمضان قليلا في تعز. كيف هي أجواء رمضان يعني؟ والله هي أجواء رمضانية بديعة. إيش المميز يعني أنت الآن في المهرة وفي تعز ربما يختلف الجو شوية يعني. الجو الطقس بداخل تعز معتدل، وخاصة في أجواء برمضان. يعني في تعز له رمضان له منك مميز يعني. أكيد يختلف عن رمضان في المهرة. أكيد. طيب تعز ربما تشهر أيضا بالأهازيق، تشهر بالزوامل، بماذا يعني؟ سمعنا أي حاجة من تعز. ما هي سمعك يعني، اللهم حق الله سرودة، حق الله الحراف. واليوم والله واليوم دائم هذا رع الدخن والذرة قائم، يعني من هذا القبيل. حلو. طيب أنا راح أسألك سؤال مشاهدينا الأعزاء، راح أسأل الأخ عبد الله هذا السؤال، وفي حال أجاب الأخ عبد الله أيضا راح يحصل على جائزة. السؤال يقول يا أخ عبد الله كم مدة الحمل عند أنثى الفيل؟ أنثى الفيل تقريبا سنة. لا، سنة غلط. آخر إجابة يعني، آخر إجابة عشان أثبت لك يعني. خيارات لا يوجد. كم شهر يعني؟ كم شهر يعني؟ هو سنة وشوية يعني. سنة وكم؟ حوالي سنة وأربع شهور. سنة وأربع شهور. لا، شكرا. إذن لازلنا معكم أحبتي الكرام متابعينا متابعي برنامج مع الناس الموسم الثاني على قناة عدن الفضائية من محافظة الحب والسلام والتنمية والاستقرار محافظة المهرة. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا نتجول من مكان إلى آخر هنا في هذه المحافظة الجميلة، واليوم نحن مشاهدينا الأعزاء متواجدون أيضا في مدرسة محسن العيدروس بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، ونطرح الكثير من الأسئلة على طلابي طالباتي في هذه المدرسة. واليوم مشاهدينا الأعزاء معنا طالب، نتعرف عليك. رويدة علي. رويدة علي من؟ رويدة علي عبد الله. صف كم؟ صف الثامن. حلو، الصف الثامن. معنا اليوم رويدة في الصف الثامن، وراح نتعرف اليوم على ثقافة الطالبة رويدة. أكثر مادة بتحبيها إيش؟ القرآن والإسلامية. يا سلام عليك. اليوم راح نسألها هذا السؤال، لكن السؤال هو في معلومات عامة يعني معلومات ثقافية. السؤال يقول كم مدة الحمل عند أنثى الفيل؟ حاول يعطينا كم شهر يعني. شهر خمس. يعني أنثى الفيل كم مدة الحمل عند أنثى الفيل؟ شهر خمس. لا، مش الشهر خمس. أنا بعطيك خيارات، ممكن أنا أعطيها خيارات مشاهدينا الأعزاء. مدة الحمل عند أنثى الفيل هل 20 شهرا أم 21 شهرا أم 22 شهرا؟ 21 شهرا.
لا، آخر إجابة عشان أثبت نعم أو لا. 20 ولا 22؟ 20. 22. 22 وإجابة تصفيق يا جماعة، تصفيق مصلحتي. شكروها. إذا معلش، نحن ساعدنا الطالبة رويدة في هذه المدرسة، وحقيقة نحن نشجع طالبات في محافظة المهرة، وبإذن الله تعالى نراهن أيضا اللواتي أيضا ستعملنا أيضا في خدمة هذه المحافظة. مبروك عليك الجائزة 10,000 ريال، وهي أيضا مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا متواصلين معكم من هنا من محافظة الحب والسلام محافظة المهرة، ولازلنا معكم أحبتي الكرام في إطار هذا البرنامج الرمضاني، برنامج مع الناس الموسم الثاني. ونحن مشاهدينا اليوم في كورنيش محيفيف على ساحل البحر العربي هنا بمحافظة المهرة. هذا الساحل مشاهدينا الأعزاء الذي أيضا يعد متنفسا للأسرة المهرية. اليوم معنا الأخ، تعرف عليك؟ عوض سعيد. عوض سعيد، رمضان كريم، كل سنة طيب. كل عام وانت طيب ورمضان كريم إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. من فين؟ من الغيضة، محافظة المهرة. من الغيضة، محافظة المهرة. وراح نتكلم اليوم عن شهر رمضان الكريم والعادات والتقاليد في هذه المحافظة. والله شهر رمضان هنا له طقوس خاصة، يعني من ناحية التجمع الأهل والعبادة في المساجد وقيام الليل، يعني في المهرة بشكل عام التقارب، ويكون في ناس يسووا برامج إفطار الصائم، يعني أهل الخير يتوافدوا وتنزل يعني الصدقات والزكوات، وتكون يعني لمات أهلية، يوم يفطروا عند الشخص هذا ويوم عند البيت الفلاني، يعني تكون في ترابط وفي تلاحم وفي أخوة يعني أكثر من أي وقت. يعني جميل. يعني رمضان في المهرة له طقوس معينة. له طقوس معينة، هو يعني روحانية خاصة وأجواء خاصة يعني. حلو. طبعا نتكلم اليوم عن الأكلات الشعبية الرمضانية في هذه المحافظة. أكلات كثيرة ما شاء الله. عندنا الكديس، هذا يعني الخبز والهذي في التو، وعندنا الشوربة والحاجات هذه، كل المأكولات الشعبية يسموها هنا، والفتة. حلو. هذه من ضمن المأكولات يعني الرسمية في رمضان تكون. حلو. أنا راح أسألك سؤال، وسؤالك هو في الدين، يعني في الجانب الديني، وراح مشاهدينا الأعزاء نختبر ثقافة الأخ عوض. وسؤال يقول: يا عوض، من هو الصحابي الجليل الذي قال في أهل المهرة بأنهم يقتلون ولا يقتلون؟ الصحابي يا جمهور لو سمحتم. لا أنا صحابي جليل ومشهور مشاهدينا الأعزاء قال عن أصحاب أهل المهرة بأنهم يقتلون ولا يقتلون. عمرو بن العاص. عمر بن العاص، وإجابة صحيحة حصلنا عليها من الأخ عوض من محافظة المهرة. مبروك عليك الجائزة، وهي أيضا مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة. وايش حاب تقول في نهايه هذا اللقاء؟ نحب نرحب فيكم في محافظه المهره، ونتمنى ان نجاح البرنامج في المحافظه وكل شيء يكون ميسر والامور تتسهل لكم ان شاء الله، ونتمنى لكم والجميع التوفيق ان شاء الله. شكرا لك، ولازلنا معكم مشاهدينا الاعزاء في اطار هذه الحلقات الرمضانيه من ربوع محافظه المهره. اذا مشاهدينا الاعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من الفقرات الميدانيه والفقرات الثقافيه، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا متواصلين معكم من محافظة المهرة، ولازلنا نجوب الكثير من الأماكن، الكثير من الشوارع، الكثير من المدارس، والكثير أيضا من الكليات. واليوم مشاهدينا الأعزاء نحن متواجدون هنا في كلية التربية، ورح نجري أيضا الكثير من الأسئلة للطلاب والطالبات في هذه الكلية في إطار حلقة هذه الليلة من برنامج مع الناس على قناة عدل الفضائية. ومعنا الأخت، نتعرف عليك. بكي الأحسن. من فين؟ قشن. رمضان كريم وكل سنة طيبة. وأنتم طيبين. اليوم بحكم أنك من قشن، يعني راح نتحدث شوية مشاهدينا الأعزاء قبل أن نجري معها هذا السؤال، ماذا عن العادات والتقاليد في مديرية قشن لا سيما خلال أيام وليالي رمضان؟ أهم شيء ما شاء الله جمعات الأهل اللي أتوقع أسبوعيا، والبعيد ما شاء الله يقرب. طيب احنا نتكلم مثلا عن الاكلات الشعبيه في هذه المديريه، ربما تختلف هذه المديريه من المديريه الاخرى في محافظه المهرة. المحلبيه وشوربه وايش بعد؟ السمبوسه. يعني احنا معازيم في رمضان يعني ان شاء الله.
إذا نتحدث طيب عن كيف تقضي الأسرة المهرية أيام وليالي رمضان. ربما هناك عادات وتقاليد ما بعد الإفطار يعني في كل الأماكن، ماذا عن هذه المديرية؟ طبعا عن غير عن صلاة التراويح، بعد الصلاة ما شاء الله تجتمع الأهل ويعني كالعادة جمعات الأهل، صلة الأرحام. بالضبط نعم. جميل، ذكرين باسمك مرة أخرى. بكيلة حسن. بكيلة يس. أوكي، راح أعطيك الآن سؤال مشاهدينا الأعزاء، وفي حال أجابت على هذا السؤال أيضا مشاهدينا الأعزاء راح تحصل على جائزة. السؤال يقول: ماذا تسمى أنثى الأرنب؟ سؤال سهل وبسيط يعني. في خيارات؟ طيب أنا بعطيك خيارات، مش مشكلة، أنا راح أعطيها خيارات مشاهدينا الأعزاء. هل أنثى الأرنب هي عكرشة أم الدغفل؟ عكرشة. آخر كلام. أيه، لأن هذاك أتوقع أنت. خليك معي. هذا الأول إيش؟ أول خيار إيش؟ الدغفل أم عكرشة؟ عكرشة أم الدغفل؟ عكرشة. آخر كلام. نعم. إذن إجابة صحيحة مشاهدينا الأعزاء، وقد حصلت على هذه الجائزة وهي أيضا مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة. شكرا لك، وش حابة تقولي للمشاهدين اللي بيشوفوك يعني اليوم؟ رمضان كريم مقدما، و يعني أهم شيء يعني بروا بأهلكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأعزاء لازلنا متواصلين معكم في إطار هذه الحلقات الميدانية من محافظة المهرة. مشاهدينا الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك أيضا الكثير من الفقرات والكثير من الجوائز في إطار هذه الحلقة، وكل جوائز هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء هي مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة، فكونوا معنا. مشاهدينا الأحبة لازلنا معكم متواصلين في هذه الفقرات من محافظة المهرة، واليوم مشاهدينا الأعزاء لازلنا معكم من هنا من مدينة الغيث، ومعنا مجموعة من الشباب ورحنا نسألهم هذه الأسئلة الثقافية. وفي حال مشاهدينا الأعزاء جاوبوا على هذه على هذا السؤال أو على هذه الأسئلة بالصح راح تكون لهم جوائز. ومعنا الأخ، نتعرف عليك. محمد صالح من المدني. من فين؟ من محافظة البيضاء. البيضاء، من فين البيضاء؟ من الرداع. حلو، فحلو انه معنا الاخ مين قلت لي؟ من الرداع، محمد صالح. محمد صالح يعني او في البداية ولا نتحدث عن اجواء 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 رمضان في الرداع، كيف العادات والتقاليد في 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 البيضاء يعني؟ والله تمام، أجواء مليحة ورمضان جو تمام. طيب يا محمد، أنا راح أسألك سؤال، وفي حال مشاهدينا الأعزاء أقابل أخ محمد على هذا السؤال أيضا راح يحصل على الجائزة. السؤال يقول: يا محمد، من هو الصحابي الجليل الذي نزل جبريل على هيئته؟ صحابي قليل مشاهدينا الأعزاء، نزل جبريل على هيئة هذا الصحابي الجليل، فمن هو هذا الصحابي؟ صحابي جليل، أعطينا اسم، أعطينا اسم أي صحابي وشوف عشان عامل الوقت، بس عامل الوقت. عمر بن العاص. لا، اذا حظا افضل. اذا مشاهدينا الاعزاء لازلنا متواصلين معكم من هنا من مدرسه محسن العيدروس بمدينه الغيضه عاصمه محافظه المهره، ونحن مشاهدينا الاعزاء نطرح الكثير من الاسئله في اطار هذه الحلقه من برنامج مع الناس على قناه عدن الفضائيه. مشاهدينا الاعزاء اليوم معنا طالب، نتعرف عليك. فاطمه صلاح. فاطمه. أيوة. من فين يا فاطمه؟ من شبوة. من شبوة، حلو. اليوم معنا فاطمة من محافظة شبوة. من فين من شبوة؟ من حبان، من عزان، من بيحان، فين؟ من الجول. من فين؟ الجول. يا سلام. طيب قبل مشاهدي الأعزاء، قبل ما أطرح هذا السؤال على الطالبة فاطمة، تكلم اليوم عن العادات والتقاليد في محافظة شبوة، يعني كيف هي؟ يعني لو تكلمي المشاهد الكريم اليوم، كيف بتقضي مثلا الأسرة الشبوانية أيام وليالي رمضان؟ ايش بتسوى بعد الافطار يعني؟ يعني بنسمع، بتجمعوا بطه، احيانا شطرنج زي كذا. يا سلام عليك. اذا مشاهدينا الاعزاء، انا راح اطرح هذا السؤال على الطالبه فاطمه، والسؤال مشاهدينا الاعزاء يقول: من هو الصحابي الجليل الذي نزل جبريل على هيئته؟ اكيد مرت عليك المعلومه هذه. ايه، الصحابي الجليل مشاهدينا الأعزاء، وهذا هو سؤال الطالبة
فاطمة، من هو الصحابي الجليل الذي نزل جبريل على هيئته؟ أعطيني اسم صحابي. نزل جبريل على هيئته. أعطينا اسم. أعطينا اسم. يمكن إبراهيم. إبراهيم لا، إبراهيم الصحابي. إبراهيم نبي. نبي أيضا. هو صحابي. صحابي جليل مشاهدينا الأعزاء، نزل جبريل على هيئته، يعني على هيئة هذا الصحابي، من هو؟ هل هو أبو بكر الصديق أم يحيى الكلبي؟ أبو بكر الصديق. يحيى الكلبي. يحيى الكلبي. إجابة صحيحة، تصفيق مشاهدينا الأعزاء للطالبة فاطمة، ونحن سهلنا لها الإجابة مشاهدينا الأعزاء وتستاهل هذه الجائزة، وهي أيضا مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة. إذا مشاهدينا الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من الجوائز، الكثير من الأسئلة في إطار هذه الحلقة وكل حلقات برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية، فكونوا معنا. إذا لازلنا معكم أحبتي الكرام من محافظة المهرة، وفي إطار هذا البرنامج الرمضاني، برنامج مع الناس من محافظة المهرة الموسم الثاني، ولازلنا في إطار حلقة هذه الليلة مشاهدينا الأعزاء، ومعنا الأخ. نتعرف عليك. طارق عيسى سالم كلشات. رمضان كريم وكل سنة طيب إن شاء الله. وأنت طيب كذلك. من فين؟ من المهرة، من الغيضة نفسها. من الغيضة نفسها. حلو. إنه اليوم معنا الأخ من؟ طارق. طارق، الأخ طارق اليوم راح يحدثنا اليوم عن أجواء شهر رمضان في هذه المحافظة. والله أجواء حلوة طيبة إن شاء الله، ورمضان كريم، كل عام وأنتم طيبين. أنت طيب. وأنت كذلك إن شاء الله. ماذا عن العادات والتقاليد؟ ربما محافظة المهرة لديها طقوس خاصة ولديها نكهة مميزة، لا سيما خلال أيام شهر رمضان. الاجتماع، الناس تجمعوا في رمضان، ورمضان كريم حلو، شهر عبادة، والناس سهل الخير والزكاة والصدقات كلها يجي في رمضان أغلبها. الحمد لله تمام إن شاء الله. نعم أخ طارق، أنا راح أطرح عليك السؤال مشاهدينا الأعزاء، أنا راح أطرح السؤال على الأخ طارق من هنا من محافظة المهرة، وبإذن الله تعالى يتوفق معنا. السؤال يقول يا أخ طارق، من هم أصحاب الميمنة الذين ذكرهم القرآن الكريم؟ أصحاب الميمنة الذين ذكرهم الغريب أصحاب الميمنة الذين ذكرهم القرآن الكريم؟ لا لا والله للأسف يعني حظاً مشاهدينا الأعزاء، لازلنا متواصلين معكم ومن الميدان ومع الشباب هنا من محافظة المهرة، ومعنا الأخ. تعرف عليك؟ عبد الناصر قاسم سمي محمد. من تعز؟ من تعز. نعم باين عليك أنك من تعز يعني. نعم من تعز. من فين من تعز؟ من شارع السلام. طيب سمعونا الزامل ولا حاجة من تعز؟ والله ما عندنا زوامل هنا. في زوامل في الزراعة، في الحصاد، في كل شيء يعني. والله يا أنا بنحفظ إحنا الزوامل. مش معقول يعني، أنت عايش في تعز وأكيد عارف يعني زوامل. اليوم اليوم دايم. اليوم يالله واليوم دايم، قصر أبو الدراع قائم. إذا المشاهدين الأعزاء راح نسأل الأخ، ذكرني باسمك مرة أخرى. عبد الناصر. عبد الناصر، أنا راح أسألك سؤال مشاهدين الأعزاء، وفي حال أجاب الأخ عبد الناصر على هذا السؤال راح يحصل على جائزة. السؤال يقول يا عبد الناصر، من هم أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة يا شباب، لو سمحت لو سمحت يا شباب لو سمحت. أصحاب الميمنة، أصحاب الميسرة، أصحاب الميمنة والميسرة. من هم أصحاب الميمنة؟ خيارات. لا لا، ما في خيارات. أصحاب الميمنة. حاول أعطيني اسم، أعطيني أي حاجة. أصحاب الميمنة. لو سمحتوا. هم من أصحاب الميمنة وأصحاب الميسرة. أصحاب الميمنة كذا وأصحاب الميسرة كذا يعني. لا لا لا، النصارى لا هدلة ما أتغشى النصارى. إذا حظنا وفضلنا. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا متواصلين معكم من هنا من محافظة المهرة، وفي برنامج مع الناس الموسم الثاني على قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الأعزاء، نحن حقيقة أثناء مرورنا في هذا الشارع لاحظنا الطالبات وهن يمشون جايات من المدرسة، صح؟ صح ايوه. تعرف عليك في البداية، ايش اسمك؟ مشاعر مفيد. مشاعر مفيد، في اي صف؟ صف الخامس. انت ايش اسمك كمان؟ فاطمة علي. اي صف؟ خامس. خامس. انت ايش اسمك؟ خديجة علي. اي صف؟ ثالث. ثالث. طيب يا مشاعل، صف خامس صح؟ ايوه. اكثر مادة بتحبيها انت ايش هي؟
القرآن. القرآن الكريم. أيوة. كيف الدراسة، حلوة ولا مش حلوة يعني؟ حلوة. حلوة. طيب يا مشاعل، أنا راح أعطيها مشاهدينا الأعزاء بحكم إحنا وجدنا طالبات يمشين في هذا الشارع وهن ما شاء الله يحبن التعليم، ونحن راح نشجع الفتيات وراح نضع لهن أيضا جائزة في إطار هذه الحلقة، سؤال وجائزة. والسؤال يقول يا مشاعل، طالما أنت بتحبي القرآن، السؤال يقول منهم أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة في أي سورة وفي أي سورة؟ في سورة البقرة، كأني درستها. متأكدة ولا تخمين يعني؟ متأكدة. ولا أغششك يعني؟ لا متأكدة. طيب إيش في سورة البلد؟ صح، في سورة البلد صح يعني. طيب إيش الآية اللي بتقول منهم أصحاب الميمنة؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذا إجابة صحيحة مع التصفق لها يا بنات، صفقوا شجعوا صاحبتكم. حلو 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 حلو. السؤال مشاهدينا الأعزاء كان يقول منهم أصحاب الميمنة الذين ذكرهم القرآن الكريم. طبعا أصحاب الميمنة كما أجابت الطالبة مشاعل، وهي الآن يبدو أنك متعصبة يعني ولا فرحانة يعني؟ فرحانة. طيب الإجابة هي هم الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك هم أصحاب الميمنة. ذكرت هذه الآية في سورة البلد مشاهدين الأعزاء، وطالبة مشاعل تساهل هذه الجائزة وهي مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة. مبروك عليك الجائزة، وإيش حابة تقولي للجمهور اللي يشاهدك الآن؟ أقول لهم إن شاء الله أنهم يشاركوا في هذه المسابقة، وإذا هم يحبوا الدراسة ويحبوا أي مادة يشاركوا فيها. طيب أنت صديقة عزيزة بتحبيها كثير، من هي يعني؟ الصديقة اللي بتحبيها كثير يعني، بتحبيها كثير في المدرسة. في المدرسة، ولا أنت من فين؟ أنا من لحق. من لحق. طيب من اللي بتحبيها في لحق، ومن اللي بتحبيها هنا في المدرسة؟ في لحق أحب بنت اسمها أريان. أيوة. اللي في المهرة؟ في المهرة بنت اسمها ميار. ما شاء الله عليك. إذن مشاهدينا الأعزاء مع مشاعل نختم هذه الحلقة ونذهب إلى الفقرة الأخرى من فقرات برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية، فكونوا معنا. نسطون هي إحدى مناطق محافظة المهرة التي تزخر بالعديد من العادات والتقاليد والفنون الشعبية والرقصات المختلفة والأهازيج والشعر والقصائد. تتميز مدينة نسطون بمحافظة المهرة بموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل بحر العرب، وبها يوجد ميناء نسطون البحري والتجاري الذي يعد همزة الوصل التي تربط بلادنا بدول الخليج العربي، وهو الميناء البحري الوحيد بمحافظة المهرة. تم افتتاحه في إبريل من العام 84-900 للميلاد كميناء متعدد الأغراض يخدم الحركة التجارية والسمكية. في العام 2010 الميلاد تم إعادة تأهيله، وهو ميناء بحري يتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية. مدينة نسطون كغيرها من سائر المدن والمناطق الأخرى بالمحافظة المهرة التي لديها عاداتها وتقاليدها التراثية والشعبية، ففي المناسبات الدينية والشعائرية لا سيما عيد الفطر المبارك والذي بقدومه يقوم أهالي مدينة نسطون بإحياء الطقوس والعادات والتقاليد والفنون الشعبية، ويحتفلون به على طريقتهم الخاصة التي ورثونها عن آبائهم وأجدادهم منذ القدم. على طول الدهور، أصبحت على طول الدهور.
ففي عيد الفطر المبارك يقوم الأهالي بتبادل التهاني والتبريكات وزيارة الأقارب، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروث الشعبي والعادات الأخرى التي يمارسونها أهالي مدينة نشطون كل عام، لا سيما الرقصات الشعبية المميزة، وكذلك الزوامل والأهازيج والشعر وإلقاء القصائد ومختلف الفنون الشعبية التراثية المهرية التي تزخر بها مدينة نشطون بمحافظة المهرة. الزي الشعبي التقليدي والتراثي هو الآخر الذي يعد أحد الموروثات الشعبية لدى أبناء مدينة نشطون على وجه الخصوص، والمهرة على وجه العموم. العادات والتقاليد وبالنسبة أيضا للتراث الموجود في محافظة في منطقة نشطون، هذا طبعا في الصباح الباكر يتوافد جميع أبناء المنطقة إلى المسجد لأداء صلاة العيد، ومن ثم الاستماع إلى الخطبة، وبعد الانتهاء من الخطبة يتم الاصطفاف داخل المسجد من أجل التحية، ويسلموا على بعضهم البعض وأيضا المصافحة، ثم بعد ذلك يتم الخروج إلى ساحة المسجد. بعد المسجد يروحوا إلى الساحة، والساحة هناك تكون يعني يأخذوا بعض الهزيج والأشعار والعادات والتقاليد، هذه كلها يعني من المسجد يأتوا إلى هذا البيت اللي أمامنا الآن اللي خلفي، ومن ثم يتناولوا وجبات الخفيفة بالإضافة إلى شرب الشاي والقهوة. ونتمنى هذه العادات والتقاليد يعتبر نوع من التراث ورثناه عن الآباء، والآباء أيضا ورثوه من الأجداد. نتمنى من الأجيال في المستقبل أن يحافظوا على هذا التراث. يعني بعد صلاة العيد ينتقلوا إلى خارج المسجد، ومن ثم يعني يصلحوا زامل هناك وأناشيد وقصائد في عيد الفطر وحده، في عيد الأضحى وحده أخرى، وعلى هذا الأسلوب من ثم يشل الزامل إلى البيت المجاور للمسجد، وهناك يعني زي ما تقول يشربوا القهوة والشاهي والعصائر والحاجات هذه يعني. وهذه عادة متوارثة من زمان يعني، لها سنين وإن شاء الله تبقى سنين أخرى وأجيال وراء أجيال. يحييش ويا نشطون على دخني وعودي، أرض المعزة والكرامة والشجاعة، صبت سلاوه من الجميله يحذيونه زمره قويه تحتميه في كل ساعه. بهذه الرقصات الشعبيه التراثيه المهريه هكذا يستقبلنا فراشاتي وزهرواتي مدينه نشطون بمحافظه المهره فرحه حلول عيد الفطر المبارك. القاها
مشاهدينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس على قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الأعزاء حتى الملتقى، هذه أجمل وأطيب تحية مني أنا محدثكم حسني محمد النجدي وتحايا طاقم العمل. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.